ستة وقت اللي أخذونا جوزة على سفر بارليك الأتراك كان عندها ثلاثة أولاد من دي الأربع أولاد وكانت تحب لابتون تروح من رومين على بلاد حوران حتى تجيب قمح تشتغل بالهيدا تحط على راسها غراض من بيتها تاخذن تبيعن هونيك تجيب فيهن قمح شايف كيف؟ وخلفت وجابت ويقعدوا يخبزوا هيك يرقرقون ترقروا من بعد هالشي هيدا كمان الجوع المجاعة اجا الجراد أخذن الأخضر واليابس بدين ياكل ما يقدر يقعد كل النهار يهووا للتين لحتى ياكلوا كل سطين هيدا ستي تحكي لنا سنانة هره وما حدا انتحر وإجي طلعت لجنة صارت تقل من كل واحد مفروض بده يعبي هالتلة ما يتعمل الجرادة مشلول بالأرض بيض شي سبعة ثمان بيضان يحملوا سكينة وهن في هيك ما إلى علامة اللي ستي عبوا السلة هالآن ويجوا يحطون على البلان ويحرقوهم يرح بي كان بعده أول واحد بي عند ستي رح يرعى العنزات لجارهم لحتى يعطي طنجرة حليب قد يحط لك كل واحد فنجان فنجان ونيكون ويرقرقون على الحطب للخبز بشعير بشو ما طلع قدام ياكلوا ولا سمعنا حدا انتحر ولا حكيت لنا ستي قالت حدا مات وحدا انتحر وحدا ومر علينا حرب شرقية غربية كمان كنا نعجن ونخبز ورحنا على دور رحنا على الشام خبينا كيس طحين حطيت جبنا بقدونس وغطيناه من ورا بالطبونين والله العظيم صار يمسك هيك شو اسمه البقدونس ويزتهم بهالارض جينا شو بدنا نعمل بدنا نخبز يلا عجلنا بهاللكن رحنا جبنا حطب وجبنا صاج قعدنا تحت على الطريق خبزنا مرقوق بعد تخبز مرقوق رجعنا تاني يوم رحنا على فرن امين العنين خبزنا وما بدنا نرجع ولا حدا انتحر جوزي راح على النبطي يجيب بارق ويجيب الجرار ويبيعه ما كان يشتغل ولا كان يشغل ما في شغل شو بتنصح الشباب انا بنصح الشباب وبنصح الختياريه والمتوسطين بالعمر الدنيا بعدها بألف خير ولازم الواحد يكون مؤمن مش كأوام يعني يطلع خلقه ويروح ينتحر او من مره اللي عم بقولوا في مره انتحر كمان والله هلا عم تقلنا شو اسم لازم الانسان يكون عنده صبر شو مش قارين قران هودي لو قارين قران ما بيعملوا هيك والله صراحه يعني